اعتقال مؤسس تيليجرام، التفاصيل والتداعيات. أثار اعتقال بافيل دوروف مؤسس تيليجرام من السلطات الفرنسية ضجة كبيرة، مما دفع الكثيرين للتساؤل حول الأسباب، حيث اعتقل دوروف في باريس بموجب مذكرة أصدرها محققون أطاحت به على خلفية انتهاكات لتطبيق المراسلة المشفرة. أسس بافيل المولود في روسيا عام 1984 تيليجرام مع شقيقه عام 2013، إلى أن وصل عدد مشتركي التطبيق إلى 1 مليار مستخدم، وتقدر ثروته بحسب الإحصائيات الأخيرة ب 15 مليار دولار. واتهمت السفارة الروسية بفرنسا السلطات المحلية برفض التعاون مع موسكو. ثم تحولت تيليجرام مع بداية الحرب الروسية الأوكرانية إلى مصدر رئيسي للمحتوى الذي لا يخضع للرقابة، وغادر على إثرها دوروف إلى الإمارات وأصبح يمتلك جوازها الرسمي. وبحسب مصادر مقربة من قاضي التحقيق الباريسي المكلف بالنظر بارتكاب مخالفات ضمن إطار عصابة منظمة، فهل سيحاكم دوروف أم إن الأمر متعلق بتسريب بيانات المستخدمين؟